طيب نروح بقى الخبر. احنا كل ما يبقى في عندنا تكريم، في عندنا انجاز، في عندنا حاجه ايجابيه بنحتفي بيها الحقيقه، لانه بالتاكيد دي بتدي طاقه وبتقول ان احنا عندنا كفاءات وعندنا ناس تستحق كل التقدير. جامعه المنصوره النهارده اعلنت عن اختيار دكتوره سناء السيد نائب مدير مركز الحفريات بكليه العلوم جامعه المنصوره عشان تكون واحده من ضمن اهم الشخصيات النسائيه في العالم. ده كان في كتاب صدر عن جامعه هوبكنز الامريكيه، وده الكتاب ده شخصيات نسائية أثرت في العالم، وبالتالي جت دكتورة سناء ضمن هؤلاء السيدات، وتم وضعها صورتها أثناء طبعا ما كانت بتنقب في الصحراء بحكم طبعا عملها. دكتورة سناء السيد مثلت جامعة المنصورة وشاركت في عدد كبير من المحافل الدولية في علم الحفريات، وشاركت كمان بعدد كبير من الأوراق البحثية في هذا العلم، بالإضافة لمشاركتها في الاكتشاف العالمي للحفرية طبعا اللي تم العثور عليها، حفرية ديناصور في صحراء مصر. على كل الاحوال هي موجوده معنا دكتوره سناء على التليفون، نحييها طبعا ونبارك لها. مساء الخير دكتوره سناء، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، مساء النور. يعني الف الف مبروك على التكريم وعلى هذا الاختيار. الله يبارك في حضرتك، والله شكرا جزيلا. انا عايزه اعرف بقى واقع الحدث ده على حضرتك، واهميه الحديث عن الشخصيات النسائيه الاهم والابرز في العالم كله، وحيثيات الاختيار. والله هو الواحد الحقيقه فخور جدا ان هو من ضمن كل الناس اللي شغالين على مستوى العالم كله في مجال الحفريات الفقريه، ان هو يختير كممثل بيمثل الجيل الجديد من العلماء الاناث اللي شغالين في المجال دوت من بدايه الالفينات لحد النهارده. فده شرف كبير طبعا لجامعه المنصوره ولكليه العلوم وليا شخصيا ومركز الحفريات الفقريه. حاشيات الاختيار هم كانوا المحررين بتوع الكتاب بيجمعوا عن مقالات واخبار عن العلماء الاناث النشطين في مجال الحفريات الفقريه، النشطين في النشر والنشطين على الساحه الدوليه في حضور المؤتمرات وكده. فانا اثناء تمثيلي لمركز جامعه المنصوره للحفريات الفقريه في احد المؤتمرات قابلت حد منهم، واحده من المحررات، وعرضت عليا فكره الكتاب، وانا رحبت بيها جدا ان انا شفتها حقيقي حاجه فخر كده لجامعه المنصوره. وعرضت عليا وكمان اختارت الصوره ليا اللي هي معروضه على الغلاف الكتاب وانا بنقب عن الحفريات الفقريه في صحراء الفيوم، ان انا تحط على غلاف الكتاب مع مجموعه طبعا من العظام اللي سبقوني في المجال. فطبعا ده شيء حاجه تخلي الواحد فخور جدا. هو ان تبقى سيده او فتاه في هذا المجال يعني ليها في صعوبه مثلا يعني في الحاجات البحثيه او في هذا العلم، ولا في الحاجات الميدانيه والحفريات والتنقيب؟ يعني كلمينا برضو عن الجزئيه دي دكتوره سناء. والله هو لو هنتكلم على بالنسبه هنا لمجتمعاتنا في الشرق الاوسط وكده، الموضوع بالنسبه للبنات او بيبقى فيه صعوبه شويه، بيبقى فيه معوقات ثقافيه ان البنت تخرج وتخيم في الصحراء وتقضي وقت كبير مع مجموعه غريبه عنها وتبعد عن البيت بالايام والشهور. دي طبعا ثقافه ما هياش متداوله عندنا او معروفه. فده جزء من الصعوبات. تاني صعوبات هي صعوبات مشقه التنقيب نفسها، احنا بنمشي كتير جدا وبنقعد في الصحراء اوقات طويله قد تصل لشهور علشان نطلع بعينه واحده بس. دي برضو مشقه في حد ذاتها. وبعدين عندنا في مصر المجال ده يعتبر وليد على الجامعات المصريه، يمكن بدا من 2010 من بدايه انشاء مركز جامعه المنصوره للحفريات الفقريه لما دكتور هشام انشا المركز وبدا في طلبه يدخلوا، فانا كنت من اول الطلبه اللي دخلنا. فكنا بنعمل حاجه جديده في مصر ما فيش حد عملها قبلنا، فكنا مثلا انا كنت اول بنت في المركز اروح واجي وانقب واقعد في الصحراء، فما كانش في عندي حد ان انا اتطلع له او اساله لو حبيت اساله على حاجه او عندي معوق او عندي مشكله. فدي كانت مشكله. انما دلوقتي اعتقد ان الامور بالنسبه للجيل اللي جاي بعدي او الناس اللي هتيجي بعدي اسهل شويه، لان هم شايفين ناس زيهم من نفس بيئتهم من نفس ثقافتهم اشتغلوا ونجحوا وبسلوا كمان قدوه واتكرموا، فايده ده يدي لهم دفعه برضه ان هم يدخلوا المجال ده. بالظبط بالظبط. يعني اي تعب ويعني اكيد يهون قدام التكريم وقدام هذا التقدير. طبعا كل التحيه ليكي، والتكريم ده لينا جميعا بالتاكيد، يعني انه لما نشوف في مجالات كتيره ومختلفه يبقى يعني عندنا من المصريات بشكل عام قدروا ان هم يثبتوا نفسهم ويتحدوا، حتى كنت بتكلم على الثقافه المجتمعيه. الحمد لله احنا قطعنا اشواط كتيره طبعا في الموضوع ده في الفتره الاخيره، وجود المراه سواء في مجلس النواب بهذا العدد
او في الحكومه في كمحافظه كعمده، وعندنا بنتكلم على العلماء، تكريم برضو قيمه العلم والعلماء والعالم بعد كورونا غير قبل كورونا. العلم والعلماء والبحث العلمي لازم ان هو يكون ليه دايما الصداره. انا بشكرك وبحييكي طبعا دكتوره سناء السيد مره تانية على وجود حضرتك معانا.